أخي محمد، بالنسبة لي حتى دعني أعود لأجيب على نفس السؤال الذي سألته لأخي المهدي، ليقول بأن حتى وارد التفكير غير مطروح، فكرة حفتر أن يكون في المشهد السياسي هذا لن يكون، وهذا حلم إبليس في الجنة، هذا أصبح من 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 الماضي. وبالتالي حتى بعض المروجين الذين يحاولون بث الفرقة ما بين القوات وما بين أهلها أو حاضنتها الشعبية أو ما بين القوات والحكومة، بالتأكيد لنا الكثير والكثير مما نتحدث به عن الحكومة وعن ضعفها وعن عدم رضا كل الناس، ليست قوات عملية بركان الغضب من لا ترضى على الحكومة، كل أهلنا في ليبيا لا يرضون على أداء الحكومة الضعيف الباهت الذي لا يحل أزمة. وبالتالي يتم التركيز على أن طيلة الأيام الماضية بأن هذا الهدوء ربما، وكثرت كثير من الإشاعات التي هي محض إشاعات لا مكان لها من الصحة حقيقة، محاولة دب الفرقة ما بين قوات عملية بركان الغضب وما بين الحكومة، وأن هناك الكثير من الأقاويل، بحيث أن دعني أقولها وبكل صراحة لنتحدث بكل صراحة وشفافية، المرجفون، المفتنون، الإعلام المأجور الفاسد، بعض الأبواق تحاول أن تسوق بأن حتى لحكومة السراج أو للسراج نفسها بأن لا تنهي هذه المعركة، وكأن إنهاءها هو عبارة عن كبسة زر عند السراج. فأنا راه قوات عملية بركان الغضب ما أن تكتمل المعركة ستتجه البندقية إلى أبو ستة، وهذا الكلام غير صحيح ولا مكان له من الصحة إطلاقا. يحاول الآخرين بالعكس يأتي إلى قوات عملية بركان الغضب ويقول لهم بأن ما أن تنتهي هذه المعركة إذا لم تكن لكم مكانة سياسية في المشهد القادم ستصنفون ميليشيات، وبالتالي سيتم طردكم من جديد وسيتم معاملتكم على أنكم ميليشيات. يحاول الكثير العبث واللغط في هذه المسألة، لكن أقولها وبكل صراحة، قوات عملية بركان الغضب، القادة في المحاور، كل القوات الموجودة من ضباط وجنود وثوار، عينهم على عدوهم، عينهم على ليبيا وعلى حفظ الأمن في ليبيا وثبات الاستقرار في ليبيا. الدافع الحقيقي هو دفاعهم عن الدولة ودفاعهم عن الدولة المدنية وعن قيام سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية تكون منتخبة يتم تداولها عن طريق صندوق. كل هذه الشعارات، نحن ربما غيرنا يتكلم عن هذه القيم كشعارات، بينما قوات عملية بركان الغضب تتكلم عن هذه القيم وتدفع أثمان مقابل التضحية بها، ليست عبارة عن كلمات ترددها. وبالتالي طيب. الآن حقيقة ما هو مطلوب أن تعمل الحكومة على حل الكثير من الأزمات التي من ضمنها الالتفاتة إلى قوات عملية بركان الغضب، التفاتة أكبر ناهيك عن كثير من المشاكل، من الكهرباء، من البنزين، من النظافة، من النازحين، كثير من المشاكل التي تحتاج العلاج من الحكومة.